السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثامن. اليوم رح نبلش بدرس جديد اللي هو التراكيب الجيولوجية لمادة العلوم العامة. نستذكر مما سبق أن الأرض تتكون من ثلاثة طبقات رئيسية، هي القشرة اللي هو الغلاف الصخري وتقسم إلى قشرة قارية وقشرة محيطية، الستار ويقسم إلى ستار علوي وستار سفلي، اللب ويقسم إلى لب خارجي ولب داخلي. التراكيب الجيولوجية الصدوع، أول إشي حكينا أنه تتعرض طبقات الصخور لمؤثرات تؤدي إلى تشكيل طبقات سطح الأرض، وينتج عن هذه القوى المؤثرة تشوهات في القشرة الأرضية تسمى التراكيب الجيولوجية. إذا في عندي مجموعة من المؤثرات يعني بتأثر على شكل الطبقة الخارجية أو القشرة للأرض، بتعمل لنا أشكال جيولوجية مختلفة. زي ما إحنا بنعرف إنه الأرض مش عبارة عن سطح مسطح فقط، لا، في جبال، في وديان، في تلال، وفي غيرها من التضاريس الموجودة على سطح الأرض. أول إشي نعرف التراكيب الجيولوجية هي الأشكال المشوهة التي تتخذها الصخور نتيجة تعرضها لقوى معينة. نعرف أي جسم في الدنيا لما تأثر عليه قوة بتغير يا إما من شكله أو حركته، فبالتالي الصخور القوة اللي بتأثر عليها ما بتهيل الصخور، أماكنها ثابتة، لكن بتؤدي إلى تغير شكلها. تختلف استجابة الصخور لهذه القوى، فمنها من يتكسر مثل الصدوع ومنها من يطوى مثل الطيات. إذا عندي أنا تركيبين رئيسيين اللي هي الصدوع والطيات. الصدع ينتج عن كسر، أما الطية ينتج عن ضغط لكن دون وجود كسر. العوامل التي يعتمد عليها استجابة الصخور للقوى المؤثرة، أول إشي التركيب المعدني للصخور، 2 درجة الحرارة. لازم نحط ببالنا إنه التركيب بشكل عام بالإضافة أيضا إلى التركيب المعدني اللي يدور في تشكيل شكل الصخور، و2 درجة الحرارة. وينتج عن هذه القوى تشوهات في القشرة الأرضية تكون عددا من التراكيب الجيولوجية اللي هي منها الصدوع والطيات. الجيولوجيا السياحية، ماذا نقصد بالجيولوجيا السياحية؟ هي تراكيب جيولوجية مميزة تشكلت من الصدوع والطيات بحيث تساعد على جذب عدد كبير من السياح للاستمتاع بأشكالها الجميلة. احنا ذكرنا بالدرس انه هي عبارة عن تشوهات، لكن تشوهات تعطي منظرا جميل وتضاريس لسطح الأرض. أول إشي بنعرف ما هو الصدع، هو كسر في الصخور يحدث عند تعرضها لقوة تؤدي إلى تحريك الكتل الصخرية على جانبي الصخر. إذا الصدع هو كسر في الصخر، يعني بتعرض الصخور إلى ضغط، لكن هذا الضغط من قوة أو العناصر اللي بتكون موجودة في الصخر أو درجة حرارته، ما بهذا الصخر ما بتكون على شكل طيات، لا، هو بنكسر وبصير على قسمين. أنواع الصخور التي يحدث لها الصدوع، وهي الصخور الهشة، كل ما كان الصخر أقوى كل ما كان كسره أصعب، اللي هي الجرانيت والصوان. مكونات الصدع، أول إشي بتكون من الجدار القدم وهو الجدار الأساسي، وهو عبارة عن كتلة صخرية تقع تحت مستوى الصدع. إذا الجدار القدم هو الجدار الأساسي. 2 الجدار المعلق، وهي الكتلة الصخرية التي تقع على جانبي الآخر فوق مستوى الصدع. طيب هلا الجدار المعلق اللي هو بيجي على الكتلة الصخرية اللي بتيجي على الجانب اللي هي النصف الآخر المكسور من الصخور، مستوى الصدع السطح الذي حدث عنده حركة الكتلة الصخرية عند انفصالها، يعني هي المكان اللي صار فيه الكسر. تصنف الصدوع وفقا لاتجاه حركتها، حركة الكتل الصخرية بالنسبة إلى بعضها، إلى الصدع العادي، والصدع العادي ينتج عن حركة الجدار المعلق إلى أسفل. إذا الجدار المعلق بنزل لأسفل والجدار القدم بيكون للأعلى. ماذا يصاحب هذا النوع من الحركة؟ زيادة في طول القشرة الأرضية، يعني المسافة الأرضية اللي بتكون الأرض بتصير أكبر. لازم نحفظ هاي المعلومة كتير منيح. النوع الثاني اللي هو الصدع العكسي، ينتج عن حركة الجدار المعلق إلى الأعلى بنسبة إلى الجدار القدم، يعني بنشوف إنه الجدار المعلق للأعلى والجدار القدم للأسفل. ماذا يصاحب هذا النوع من الحركة؟ راح يصير عندي نقصان في طول القشرة الأرضية.
الصدع الجانبي ينتج عن الحركة الأفقية للكتل الصخرية، فلا ينزح أحدهما للأسفل ولا يرتفع للأعلى. وفي هذا النوع من الصدوع لا يمكن التمييز بين الجدار القدم من الجدار المعلق، يعني بيجوا على الكسر الصدع بخليهم يجوا على جنب بعضهم. ماذا لا يصاحب هذا النوع من الصدوع؟ هذا لا يصاحب أي زيادة أو نقصان في طول القشرة الأرضية. إذن عندي الصدع ثلاث أنواع: الصدع العادي اللي هي يصاحبها زيادة في طول القشرة الأرضية، الصدع العكسي بصير عندنا نقصان في طول القشرة الأرضية، والصدع الجانبي لا يصاحب أي زيادة أو نقصان في طول القشرة الأرضية. تعلمنا بشكل عام من هذا الدرس مفهوم الصدع، مفهوم التراكيب الجيولوجية، مفهوم الجيولوجيا السياحية، والعوامل التي يعتمد عليها استجابة الصخور، القوى المؤثرة حكينا، تركيبها المعدني ودرجة الحرارة، أنواع الصخور التي يحدث لها حكينا اللي هي صخور الصوان، مكونات الصدع، وأنواع الصدوع حسب الكتل الصخرية بالنسبة إلى بعضها. هيك بنكون خلصنا درس على الصدوع، ويعطيكم العافية.